السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، تحية طيبة لكم أينما كنتم، نحييكم من العاصمة العراقية الحبيبة بغداد، وتحديدا في أحد المناطق المهمة وذات الكثافة السكانية، وتعتبر من المناطق الشعبية اللي إلها عادات وإلها تقاليد مهمة بالنسبة لكل العراقيين، خصوصا في شهر رمضان المبارك. منطقة الفضل، هذه المنطقة اللي تكثر بها الكثير من العادات المهمة كلعبة المحبس وغيرها، وأيضا توزيع الوجبات المجانية بالنسبة لوجبة الإفطار، ناهيك عن بقاء أغلب المحال التجارية إلى أوقات السحور وإلى حد تقريبا صلاة الصبح. بالتالي إحنا اليوم قررنا أن نتواجد وياهم لنستطلع آراء أعداد كبيرة جدا من ساكني هذه المنطقة، حتى نبلش وياهم مشوارنا لهذا اليوم، وأيضا نشوف جانب الخدمات المهم جدا بالنسبة لأهالي منطقة الفضل باعتبارها والأزقة الموجودة لهذه المنطقة أزقة قديمة، وربما قد تكون البنى التحتية هنا متهالكة، وأيضا هذه المنطقة تحتاج إلى وقفة من قبل أمانة بغداد لتقديم الاحتياجات وأيضا تقديم الخدمات الأساسية بالنسبة لمشاريع البنى التحتية، وأيضا بالنسبة لتزيين الشوارع بالنسبة لجانب شهر رمضان. بالتالي احنا راح ننطلق، وأيضا نسلم عليكم بالخير والعافية علينا وعليكم مبارك. علينا وعليكم إن شاء الله، علينا وعلى الجميع. شلون نشوف الأجواء في منطقة زينة؟ شيء حلو مرتب بهالسنة الجديدة إن شاء الله. نعم. رمضان خير علينا طاب، وعلى إن شاء الله على أمة محمد إن شاء الله، على حشدنا وعلى الأبطال ولد السرايا أسباء. نعم. هاي منطقة تراثية قديمة. نعم. لنحكي وهاي تم سكنة المنطقة، يعني منطقة الفضل جديد لو قديم؟ قديم. الكثير من المشاكل يعاني منها ساكني منطقة الفضل، يا ريت توضحها. والله كل شيء بس تكرم من فايات و هي بس هاي اللي هي مأثرة عليكم على اغلب الازقة. هواي 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 بالدرابين بالفروع كل بكانات. الأمانة ما تجي تراجع؟ لا تجي والله، بس صوج من المجتمع يذب ويذب براس الأمانة يذب ايه، يعني تقصد عدم تعاون المواطنين مع الدوائر البلدية؟ نعم. يسبب كثافة أكبر. نعم نعم نعم. يتمنى أنه يكون جانب متحضر جدا بالنسبة للمواطنين. الكثير من البرامج التوعوية مهمة جدا للمواطنين، باعتبار أن المواطن هو جزء أساسي في التوعية وأيضا في النظافة. بالتالي اذا اليوم الامانه ظل تشتغل بوحدها، ايد وحده ما تصفق اذا ما يكون لها سند بالمواطن. ما تصير ما تصير، اذا مو انا ويك مجتمع حلو مرتب ماكو. نعم سولف لي عن اجواء رمضان. شيء حلو هنا في منطقه الفضل، مرتبين ناس، تعاون ناس، ناس تنطي الفقراء. اي إيه. المحلات اللي وين تبقى هنا؟ والله اكثر شيء هسه للثلاثه للثنتين اي يظلون ثلاثة الصبح، يعني تقريبا لي صلاة الفجر ابو السحور يعزلون. اها يجوكم شباب من غير مناطق؟ يجون هواي من الناصرية، البصرة، عمارة، يجون. نعم. طلاب يجون خريجين هنا. طبعا انا اقطع كلامك بالخير، الان الزميل المصور مصطفى اريد ينقل للمشاهدين اللحظات قبل الافطار، حركة السوق والشارع الرئيسي لمنطقة الفضل. شكرا جزيلا، شكرا لك. يعني تعتبر هذه حركة مهمة جدا بالنسبة لأهالي منطقة الفضل، باعتبار أغلب أهالي بغداد وأيضا البعض من المحافظات يأتون إلى هذه المنطقة لإحياء شعائر شهر رمضان، وأيضا الاطلاع على واقع حال المدينة والأجواء الخاصة بهذا الشهر بالنسبة لأهالي هذه المنطقة. حركة الأسواق جميلة جدا، وأيضا الكثير من الأمور اللي تطرح في هذه المنطقة تلاقي شعور إيجابي وأيضا تفاعل شعبي من قبل المواطنين اللي يزورون هذه المنطقة. أيضا محال في منطقة الفضل مخصصة لبيع العصائر والمشروبات حتى كل الناس تقدر تشاركهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يخليك يا وجه الله. الله يسلمك. الله يستر عليك. كريم علينا وعليك. علينا وعليك أجمعين إن شاء الله. الله يستر عليك إذن الله يوفقك إن شاء الله. رحمة الله والديك. حجيتنا إحنا نتحدث عن الواقع حالي منطقة الفضل من مشاكل من معاناة وأيضا من أجواء رمضانية حلوة. أي طبعا حلوة. منطقة شعبية وبيها يعني أم الفقير الفضل. اي والله وبيها شي تريدك ويما كل شيء قريب تتسوق تاكل وتشرب والحمد لله والشكر. هسه انت من سكنه المنطقه لو من غير منطقه؟ انا سكنه الموصل جاي خطار. على راسنا. بس انا من بغداد. اي الحقيقه انا من بغداد. شلون كنت جيت من الموصل؟ ها صار يومين. اي والله الله يسلمك الله يسلمك. شوفين اجواء بغداد بالفضل؟ اي كل من ومنطقته ايش قد ما تروح وترجع ما بغداد لها خصوصيه لكن الفضل ايضا لها اجواء كلها. هي منطقه كلها طيبه شعبيه وقديمه. انا كنت هنا وصغيره وقاعده هناك فوق السيفين كنا همينات والحمد لله والشكر. وشواك الفضل. وابو السيفين الفضل. هاي مناطق كلها الكفاح والصدريه. اي الحمد لله. شيخ عبد القادر. كلها مناطق حلوه ويعجبك يعني تتجول بيها خاصة ورا الفطور جي الطيبة تصير يعني. أكيد زين حجي أنا أريد أوقف وياك بسؤال. أنت قلتي من الموصل، من وين من الموصل؟ من الأيمن. من الأيمن. إي. بمناطق الميدان وغيرها لو؟ لا ما من الميدان بالداخل، إحنا بالمطاحن. ها بالمطاحن. يعني بداية الأيمن إحنا. بالبداية من تجي من يم الجديدة يم الجديدة. من دوارة بغداد. إي عافية. زين شلون الوضع هسه عندكم هنا؟ احنا ذاك الاسبوع كنا بالموصل. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الامنيه وزين وامان تروح وتجي كل شيء ماكو الحمد لله والشكر. الحمد لله. اي والله الله يعم الامن والامان وتكون الأمن راحه البال لكل والله الناس. امين امين بس واحد الله يستر عليه ويعافيه. الحمد لله الف الحمد لله. الله يعطي الصحه والعافيه. الله يسلمك ابني الله يوفقك ان شاء الله. واتمنى لك اوقات ممتعه. الله يسلمك ابني الله يوفقك ابوي حياتي الله يوفقك. يا هلا بيك ابو وليدي. الله يسلمك الله يستر عليك. يا هلا بك مع السلامه وليدي. شكرا لك فعلا يعني العراقيين بمختلف انتماءاتهم بمختلف صبغات المجتمع هم يمتلكون روح طيبه جدا وايضا يمتلكون نوع عالي من حب وانتماء الى الوطن. نتمنى انه هذا الحب يتكرس في اغلب الساسه اللي دائما ينادون بجانب عملية الإصلاح وأيضا توفير أجواء مخصصة للمجتمع العراقي. فقط تكون هي شعارات وقت الانتخابات لكن نتمنى من الساسة أن يكون عندهم حب للبلد وانتماء للبلد بقدر حب المواطنين إلى بلدهم بقدر حب الناس لهذه التربة الطاهرة والتضحيات الدائمة اللي يقدمها المجتمع إلى العراق وأيضا إلى كل المحافظات الأخرى. بالتالي احنا اليوم نتجول في منطقة الفضل حتى نشوف اهالي منطقة الفضل. السلام عليكم. هلا غاتي. السلام ورحمة الله. والحمد لله خير. خير الحمد لله. الله يجعلك بالخير والعافية. الله يعافيك. اهل الفضل لهم نكهة خاصة. اي والله. شلون اجواء رمضانية وكذا؟ والله بخير الحمد لله. الحمد لله. حركة السوق تشوفها مناسبة؟ لا والله تعبانة. ليش؟ ماكو شغل ماكو. العالم ما عنده فلوس وتعبانة الحين. يعني هو هذا المشكلة مو جديدة. هي قديمة والله. اي يعني مو من المفترض ان الحكومات تصحح المسار. ما حد يسوي شيء. نعم. اي والله. ويبقى الفقير يراوح بمكانه. اي والله. ايش تسوي العالم؟ نعم. شو تحب تقولهم للساسة حتى؟ والله كل شيء ما اقول، ما اقدر كل شيء احكي. ليش مأيس منهم؟ مأيس منهم. نهائيا. اي والله. نعم. لا اله الا الله. اذا هذا واقع الحال ايش يسوي العالم العادي؟ صعب على حيل صعب يعني حيل عالم حيل تعبانه. نعم. الله يكون بالعون ان شاء الله. الله كريم رحمه الله. نقول دائما بالضبط رحمه الله واسعه وهي تتسع الكل وهذا الامر انه احنا يخلينا دائما نتفائل ما طول ان شاء الله. ناس طيبه ورحمه رب العالمين. لا الحمد لله الف الحمد لله والشكر. الحمد لله يعني احنا حتى من نتذكر هسه نشوف هاي من اثار الاطلاقات الناريه على الأبنية ونشوف الوضع اللي هسه مر نقول الحمد لله الشدة دائما تزول. الحمد لله إن شاء الله تزول. الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا صراحة سوق الفضل مثل ما تشوفوا يعني يعتبر هو من أحد الأسواق الكبيرة والمهمة جدا بالنسبة لأهالي المنطقة بالنسبة لأيضا عادات وتقاليد المنطقة وأيضا
اصحاب المحال التجاريه يزورون الاسواق قبل الفطور، شلونك حجيه؟ الحمد لله الله يسلمك ويعطيك الصحه والعافيه. يعني احنا اللي نعرفه باهل الفضل من ضمن العادات والتقاليد يزورون السوق قبل الفطور، ليش؟ يعني تطلع العام على وجهه، وبدايه رمضان خير عليكم علينا وعلى امه محمد، ان شاء الله يعود بالافراح بجاه سيدنا محمد. تعرف تقاليد العراقيين يعني من يجي رمضان بسلامه يهل علينا بخير وسلامه، تطلع العام تتسوق تحضر للفطور اثناء الفطور، يعني ايوه هاي تقاليدنا احنا. الحمد لله. شو اللي جهزتوه هذا العام؟ والله الحمد لله هالقاسم الله جهزنا يعني. سوي لي جديد. رمضان اي والله يا اخوي. تجي مرتاحه هاي السنه ان شاء الله؟ لا الحمد لله ان شاء الله يعود علينا بالافراح بجاه سيدنا محمد شهر رمضان. اي والحمد لله امان والحمد لله والشكر. اي والله. الله يعطيك الصحه وعافيه ويحفظك ويحفظ كل امهاتنا، يعني الامنيات واحتياجات المواطنين كثيره هي، لكن بالتالي نتامل انه يكون القادم افضل ان شاء الله، لكن الكثير من المواطنين املهم كبير ان شاء الله بان يكون واقع حالنا مبني على اسس رصينه، وايضا يكون هذا رمضان هو النقطه الاولى لوضع الركائز الاساسيه وايضا وضع الخيوط المهمه جدا بالنسبه للمواطنين وتوفير الخدمات بالنسبه لعراقنا الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. والله زينين. شلون رمضان وياكم؟ والله زين الحمد لله. الحمد لله. الكثير من الوعود اللي جتكم عن طريق المسؤولين خلال الانتخابات شلون شفتيها؟ لا زين الحمد لله زين. الحمد لله. اي شنو اللي تعانون؟ ما عندنا، احنا حالتنا حياة فقره وما عندنا، وانا طلع ابني جنسيه وما عنده. جنسيه؟ اي والله ما عنده. شلون ما عنده جنسيه؟ ابني. ابنك؟ ايش قد عمره؟ عمره اربعه. أربع سنوات؟ إيه. شنو السبب ما عنده جنسية هو؟ عندي مو تهجرنا وما عندنا. مين تهجرتوا؟ من الرمادي. أها. إي. زين شنو المشكلة ما رجعتوا هسه؟ الوضع استتب الرمادي. ما عندنا بيوتنا، تفلشت راحت، تفلشت وما عندنا. إي. تفلشت بيوتنا، راحت أغراضنا راحت. الحكومة المحلية بمحافظة الأنبار ما عوضتكم حتى تقدرون تعيدون بناء منازلكم المهدمة؟ لا لا. لا والله. لا. زوجك وين؟ والله زوجي مفقود، نازل المفقود نازل الماخذ. صار له زيد من انفقد؟ صار له هوايه. اي. وما قدرتي تراجعين تسجلين ابنك حتى تضمنين حقوقه؟ لا والله بعد، ما عندي فلوس حتى اضمن حقوقه، ما عندي. نهائيا؟ ولا جتي ناس خيره ساعدتك وقفت وياك؟ يعتبرون هم بمثابه اخوه لك؟ عندي اخوه بس كلهم حالتهم ضعيفه. أي. يعني هسه احنا نناشد لك الناس الخيره والناس الطيبه من العراقيين، وايضا نناشد لك وزاره الداخليه وكل جهات معنيه باخت عراقيه تناشدكم باسم الرحمه وباسم الانسانيه ان توفروا لها احتياجاتها اللي هي تحتاجها وبامس الحاجه لها، خصوصا احنا بشهر رمضان المبارك اعمال الخير تزداد، وايضا عندها طفل ما مسجل وما عنده اي مستمسك ثبوت يدل على عراقيته. اي والله. فاللي يسمع مناشدتها. عندي بيان. عندك بيان ولادي؟ اي اي. بالبيت. اكيد. اي والله. ان شاء الله احنا وصلنا صوتك. اي. واي اتصال يجينا من وزاره الداخليه خلينا رقمك ومعلوماتك يا من الشباب. اي. واحنا ان شاء الله بخدمتك. انا هم اخوتك. والله والدك يا ابا. شكرا لك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله. والدتي هم تبيع مي، والدتي والله انا حالتي ضعيفه وايجار وبدون راتب، وابني متوفي وبدون راتب. اي والله. شلون توفى ابنك؟ يعني حادث؟ لا هو مريض مريض. مريض. ولا عندك راتب رعايه؟ لا والله كل شيء ماكو، لا راتب رعايه ولا كل شيء. شلون حجي؟ ابنها سقط معيشها، هاي مرت حامد فوزي حارس منتخب العراق وبطل القوة الجوية، وشوفها قطية حصر عليها اللقوة. يعني زوجها كان يمثل حامد؟ اي مثل حامد فوزي، حامد قمل رجلها. زين بطل العراق، لعبنا وين مصر؟ وين غلبنا مصر؟ بطل العالم هو بال 66 اخذنا كاس العرب بالكشافة رجلها. يعني هسه زوجك الله يرحمه كان يمثل العراق وما حد اهتم. اي والله ما حد اهتم.
هسه شفني بيت ايجار و... يعني اللي كان حامي مرمى العراق ومثل العراق ورفع اسم العراق، حارس المرمى لاعب المنتخب وافضل حارس مثل ما يقولون الشباب بالعرب، حامد فوزي الله يرحمه. حامد جمل يسموه. للاسف زوجته اليوم تصارع الفقر وماكو اي رعايه ولا اكو اي زياره، اكو زياره لكم من قبل اتحاد كرة القدم، السيد وزير الشباب والرياضة، ما حد يجي. لا لا ماكو. حجية ولا واحد؟ لا ماكو، هاي هو متوفى بالبداية واخته راحت بعد ما حزن. يعني احنا ليش يقولون الطاقات اللي عندنا بالعراق دائما تنطمر؟ سبب طمر الطاقات والمواهب اللي عندنا بالعراق هو سبب عدم الزيارات المتبعة من قبل الجهات الحكومية والجهات المعنية بهذا الشأن. نشوف فناننا مهمل، فعلا اكو تقصير من قبل وزارة الثقافة والمؤسسات الاخرى. عندنا عائلة لاعب منتخب وحارس مرمى يمثل العراق والقوة الجوية سابقا يتوفى وزوجته تصارع الفقر وحال الضيم حالهم للأسف، وماكو اي جانب حكومي يجي يدق الباب واحنا بشهر رمضان، ماكو احد يطلع على حالهم، ماكو واحد يشوف حال الفقراء والمحتاجين. يعني الكل اليوم تعاني، ماكو واحد يمكن وضعه شويه افضل من واحد. اي والله يعني احنا اي لا يعني مرات الدول اللي يعرفونه ماكو يجون عليه هنا بالمنطقه بس. يعني هسه انت حجي عايشه على الله وعلى الناس الطيبه الخير. اي والله اي والله اي والله الله يكون بعونك امي. اي بالبيت ابيع هماني ابن همينا غزوان الله يرحمه. هي قالت ابني توفى الله يرحمه. اي والله ظافر. أيوة. الله يكون بعونك ان شاء الله، احنا كنا ولدك حجي. الله يسلمك رحم الله والدك. صوتك هذا امانه وصله الى وزاره الشباب والرياضه، عسى ولعل يستضيفك السيد وزير الشباب ويطلع على واقع حالك. اي أيوة والله كلش وضعي زين. شكرا لك. حق المعرف فلاح حسن ابو هديل والله يرحمه العلي كاظم درهم ما حصل قطير. راعت حمودي ايش ما يعرفه من كان بالشرطه هنا يلعب نادي الشرطه راعت حمودي من قدر كلهم يعرفوها حق المعرفة بس ليش هيك؟ هو حتى أنا يعرفنا سابق بيته رعد حمودي فلاح حسن أبو تيسير علي كاظم عدنان كاظم أبطال العراق كله كانوا سابق بيته سباق مال دور. بس أنا أشكر المفتش العام وزارة التجارة على ربع الكيلو العدس رحم الله والدي شلون وقع هذا الكتاب هو غيره ما يدري. إيه ليش يعني انتم تكيفون اجاكم عدس؟ لا عدس معود اشوف جامع الفضل بعد شويه من العالم الفقراء قاعد يترسون الفطور. تعال شوف عينك وما تشوف. يعني العدس مالهم صدق بعد شويه تعالوا شوف الفطور بجامع الفضل. عينك وما تشوف يبقى حتى مو صيامهم ياكلون. بس انا اقول لهم لا تبرع من الناس الخيره. ايه خيره لا يدوم لا الحرام ولا الظلم ذني ابد. ابد ما يدومن وين نور سعيد؟ الإمام علي عليه السلام يقول لو كان الفقر رجلا لقتل. اي قتلت. احنا الشعب ذولا ماكو بس هذا كان. احنا هسه كم واحد قتل الشعب؟ وهاي كلهم ذولا عبالنا ذولا زينين صار ست اشهر كل شموط. ايش عجب السنه ما راحوا للعمرة ها بالحج يروحون في مال الله الله والديك عبالي هسه يروحون المكه تاري بالحج بالعيد الثاني كلهم في مال. اسمك هم يطلع بالحج؟ لا وين يطلع؟ انا ابد ما اوصل بيت الله. ليش؟ لان فقير بس الزنقيل وصل. اي حتى بيت الله صارت بي اي لا شلون؟ ذروه حسن كلها واسطات ذاك الزمان هي كلها واسطات. هسه شلون؟ ما ابد يعني جساستنا مو قدها شنو؟ والله شو اقول لك هسه انا موحده ثلاث اشهر يلا طلعتها انه الجواز شلون؟ رحم الله والديك ثلاث اشهر بالكرخه عاني وانا وفتك عندي والعجوز وياي روحوا تعال روحوا يلا طلعت بطاقه موحده وكراوي و25000 نفرين ويوميه تعال تعال 27 تعال النوب احلى شيء قال تعال 12 4 طلع يوم جمعه. اي والله العظيم ما حق هذا. من قال لك تعال؟ هو هم الموحده كل العالم ما قبل باب قالوا يا جمعه طردونا الشرطه. بصراحه انتم اهل الفضل ادرى بحجم المشاكل والمعاناة اللي يعاني منها أهالي المنطقة. أيوة. الأزقة الداخلية. أي أيوة والله هو يعاني. أول شيء شغل، ثاني شيء تنظيفات الأزقة يعني وهواي هواي يعانون. كهرباء هاي بعد جانا صيف بعد كهرباء شغل ماكو شباب يعانون على شغل هواي أكو معاناة.
بس المتعارف عليه يعني شباب المناطق الشعبية صح أكو بطالة لكن يشتغلون أفضل من غيرهم بالمناطق. مثل إيش يعني بطالة؟ هواية واسطة يلا تشتغل، واسطة تتعين، واسطة تروح فلان بوكان، واسطة تعين سالفته ميؤوس من عندها نوعا ما، يعني مو لا أنا ولا أنت نقدر نحصل تعيين. أكو تعيينات، أكو تعيينات وحق هذا محمد أكو تعيينات، بس كله واسطة، واسطة تتعين، ماكو واسطة متعين، تتعين تدفع هالقد مبلغ يلا تتعين، ماكو ماكو يعني تتعين ببلاش إلا بالله. والمواطن الفقير يعني شلون؟ المواطن الفقير إلى الله، إلى الله المواطن الفقير. صراحة ألمتنا زوجة حارس المرمى وانتو هذا قديم قديم يعني حتى والدي مسولف لي عليه. هذا الحارس القديم يعني هو واكو بعد واحد من جوا بالمنطقة هم حارس قديم، بس ابنه الإداري مال المنتخب العراقي مال الشباب ومعروف. هلا بالحجية. أنا عدي تفضلي هنا يوم. أنا عدي عمتي مريضة حيل، تجون تشوفوها على راسنا هيش كلها مي وجسمها ما أدري شنو يطلع برجليها. بيت أم أحمد النجفين تطلع منها وتلقاها قاعدة. شو سبب مرضها يوم؟ مي بجسمها. مي؟ اي ها اي هاي بس تطلع يعني ما وديتوها مدينة الطب قريبة عليكم؟ الدكاترة هواي لأن يقول عتها قلبها تعبان ما نقدر نسحب لها المي، يطوها بس مدرب. نعم اي بس هسه رجليها ما ادري شنو طالع بيها هيك، يقول هذا شو اسمه ما ادري السمولية، جبنا عصارات الدنيا كلها ما فاد بيها. بس كنت تروح تشوفوها وما عتها هي كل شيء ما عتها. عندها اولاد شيء؟ عندها اولاد عندها اي عندها بس ايش بيها فايده؟ يعني تعبانه حيل. انا سعد سكر ضغط وقالون وعندي غرفه مربيه بها 8 نفرات هيج قاعده هيج واقعه يعني بيتنا واقع والله. روح شوف طب وشوفه روح. هاي الناس شلون عايشه هنا بالفضل؟ يعني الكثير من الحالات المأساويه اللي يسمعها يستغرب. انا زوجت ولدي وبناتي بغرفه واحده. روح شوفوا البيت اللي قاعدين بيه يعني واقع شوف كل اللي طبقوا شلون قاعدين بيه. روح طبوا شوفوا. صدق اكو بعض المنازل القديمه تطلع منها عقار عقارب وحياية نجيه وسراسر ودود واشكال والوان وماكو اي معالجه لهم؟ لا 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 ما حد يجينا ولا حتى القوارض يقول هسه حتى من تبطر الدنيا البيت يفيض يوصل لهنا المي ما خلت لا ثلاجات لا مطار لا جزر ما احترق. اي والله يما ولدك تروح تشوف عمتها كل شيء ما اريد. ان شاء الله اي فدوه مشكور احمد الله والديك مشكور يعني للاسف. اي هاي الحجيه فقيره يعني نسبه الفقر عاليه جدا مليار بالمية. فقلت لك هذا يعني عندنا ناي جوا اللي غاب من بيتنا هذا هم رجال يعني ما اعرف اسمه هم يعني جوارين بيت جدي وهسه ابنه اسمه زياد يعني الاداره مال المنتخب العراقي يعني زين. انا اريد اسالك سؤال هنا خلال فتره الانتخابات السابقه سمعنا الكثير من المسؤولين يجوا هنا يعزفون على وتر معين. جوي اعطيك مالاتك انتخبني ما اعطيك لا تنتخب. ها يعني شو اقول لك؟ كتنتل هاك هالقد مبلغ انتخب فلان قائمه. ما تاخذ فلوس ما تنتخب هذا فلان. يا هي اكثر قائمه جت هواي اشكال هواي معدودين ولا واحد ولا اثنين معدودين كفيلك الله. يعني للاسف وقت المصالح يجون يزورون المناطق. أيوة. طبعا وقت ما الناس بامس الحاجه لهم ونشوف هاي الحالات اللي بالعشرات الحالات التعبانه ما حد يجي يزور. كفيلك الله ما حد يجي ما حد يبوع على اي منطقه اللي بيها فقير. بس ايش قد ما الله ما ايش قد الله يطي باكر عقبه كفخه وينزل حاله من حال التراب يسوي. اكيد كفيلك الله. يعني هم لو يحسبون انه اكو حساب رب العالمين حساب عسير كان ما فكروا بهذا الاتجاه. طبعا شيء اكيد شيء اكيد. شكرا. اول شيء السلام عليكم. حياك الله. عليكم. الله يرضى عليك. احنا اول شغله احنا كنا اخوان ومسلمين. اكيد. ها؟ ماكو هذا عن هذا يفرق. لا الحمد لله. انت حسب هسه شوف الشارع العراقي رمضان زعلان عليه لويش؟ ما حد ما يسال على هالمساله. شلون يعني رمضان زعلان؟ زعلان ما فهمتك. المطاعم كلها مفتحه ناس ما تخاف فين رخصه اعتقد من ماكو اخي يا رخصه
هو شهر عيد الله، تدري هذا الشهر مبارك ينزل به القرآن. أحلى شيء هو القرآن، العالم انفتح به مطاعم. شو وقت نستحي من الله؟ شو وقت نخاف من الله؟ الجشع سيطر على الكثير. اي 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 طبعا ناس قام ما تخاف من الله أخي العزيز، ناس ابتعدت عن الله، ابتعدت عن دين محمد. شنو السبب؟ صلة الرحمة انشالت من عندنا. اجت الحكومة، شو علينا احنا بالحكومة؟ احنا شعب خلنا نتوحد، خلي باكر الله ينصرنا، خلنا نرجع ديننا الحقيقي، دين محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. همينا حرفوا اجزاء من الدين من اجل مصالح سياسيه ومكاسب. النبي عليه افضل الصلاه والسلام شي يقول؟ يقول جددوا ايمانكم كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا دائما نذكرها. اخي المساجد تشكي، الحسينيات تشكي، مصلين ماكو. ها ليش فينا احنا؟ احنا مو مسلمين بس بالاسم اسلام؟ ماكو. انت هسه واقف شارع الفضل، بس دخل طببك بعمق الفضل والله شعر راسك يوقف. عم الفقر تعرى عبر المرحلة مين حكي؟ فقر تعبان، العالم تعبت أخي. أنا الحمد لله والشكر أشتغل وأعمل، ما محتاج أقول. بس تعال بع الشباب تراكوا عالم عمي والله قام قليل الجدي قليل، وتفهم معناها جد تقول إيه. العالم هسه خلف الله على العالم تعطي المساعدات، العالم للأرامل للأيتام. اكو حدث من المسؤولين فاقد الرعيه، كذب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعيه، باكر عقبه شبر واربع اصابع. شو يقول لله؟ شو يقول لله؟ باكر عقبه من احنا نموت بيش نواجه الله؟ باعمالنا. وين اعمالنا؟ فاقدين الرعيه فاقديها. اسالني واسالك وهاي. إذا تسألنا أنا وأسألك على المستوى الشخصي يمكن يختلف عن مستوى المسؤول. أنا ماذا أقول لك عن المسؤول ولا هاي؟ إحنا كشعب أنا وياك وغيرنا والملايين من الناس اللي تشاهدنا، إحنا أمانة برقبة كل المسؤولين طبعاً. لأن هو المفروض يوفر البيئة الخصبة لكل الناس حتى الفقر ما ينتشر مثل ما ذكرنا ومثل ما شفنا هسه أكثر من حالة جتنا حتى حالات مرضية. يعني أسألك بالله ها؟ أكو أمراض ما نعرف إحنا من جانا الاحتلال. والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو، أكو عالم عمي تدري شنو عبر الفقر عليهم ومعب. كان سيدنا الإمام علي رضي الله عنه فقير، الصحابة فقيرين، النبي خاتم الأنبياء كان فقير، كل المسلمين ها يدعون الشفاعة من الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكو أحد المواطنين قال انه الكثير من الساسه يعني اخذوا مبالغ تكفي ما بعد 10 أجيال لهم، يعني ما كافي الان انه ينظرون ويبنون البلد ويقدمون المساعده لي. صله رحمه ما بيناتنا، لو باكر عندنا صله رحمه ماكو ننتصر. بس ما عندنا احنا مسلمين صحيح، بس بالوجه جنسيتك مسلم. لا انا اشوف بعض العالم يشقون جنسيته، يا مو سبعيه تكفيك عراقي او مو عراقي، الحمد لله انت مسلم تتمثل الدين الاسلامي. انا دا احكي وياك هسه كمسلم، ما اعرف بيك التهم عيب اقولها شيعي ولا سني، لا احنا كنا اخوان، كنا شعب واحد، نبينا محمد واحد، الله واحد، قبلتنا واحده، الكعبه واحده، ما يفرقنا الحسين عن عمر ما يفرقون، الشيعي عن السني كنا اخوان، كنا ولد هالبلد، عشنا بهالبلد. ماكو عمي أنا باكر عقبه يعني لا أخذ من هاي ولا من هذا، ها؟ والله ما أمشي ويا هذا، والله ما هذا مو منطق. على قولته هن هاي السوالف بعد ما توكل خبز. لا أخي هاي انتهت، إحنا لا إحنا هسه 2019، شوف العالم وين وإحنا وين ابن عمي. أسألك بالله مو بس بالفضل، اطلع بكل العراق، شوف رمضان إيش بيه زعلان على العراقيين. شوف الكفر والشرب بالشوارع والمحد. شوف عادي عادي. شكرا انا اتمنى عليك. الناس انه تفكر بضمير اكثر حتى نساعد بعضنا. عليكم السلام وتجعل الرحمه بيناتنا اكثر. شلونك يا ابو شلون صدق؟ الله يخليك. انا فقير ما عندي غير الله ونعم بالله، وما عندي غير الله. انا بالشارع انام. نعم بالشارع. أيوة صار لك ايش قد؟ صار لي هواي والله. الله اكبر. وين شو اسمه جامع يمر صافي؟ هناك عمارة وانا انام بيها بالبلقع انام.
زين ليش ما تروح الدائر رعاية المسنين؟ ما أقدر أنا جماعة ما أقدر. ليش ما تقدر؟ يعني على الأقل هناك تتوفر لك الأجواء إذا ما عندك عائلة طبعاً. ما عندي. تتوفر لك الأجواء الكافية. ربطني دار الأيتام. الأيتام ربطني. وما عندي غير 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 الله 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 وتي. أكيد تحب أنا بيدي أوديك إلى دار رعاية المسنين أخلي الجانب يهتمون بك ويوفروا لك مبيت وطعام كل شيء يوفروا لك بدل ما أنت تنام بالشارع. أي والله صحيح. إذا تحب إحنا مستعدين من هاللحظة وأمام الناس كلها نتبنى قضيتك وناخذك. لا رحم الله ديك بارك الله فيك. ها توافق؟ لا رحم الله ديك. لا شنو اللي تريده؟ والله كل ما أريد يعني مسكن. مش كان اللي يعجبك تنام بالشارع لو يعجبك ياخذوك. لا ما ياخذوا الناس. يعني انت ما يعجبك تروح؟ لا والله ما اروح. انا شو تريد بخدمتك؟ الولد شو يريدون بخدمتك؟ هسه صاير احنا بينا العراقيين عامة مو احنا كعامة العراقيين. اسال اي واحد حتى على نفسي يصير واحد يذب امه وابوه بالشارع بس هاي اوجه لها اياه. وايد سمعنا بهاي الحالة. ليش؟ ما تعبت عليك؟ حملتك 9 أشهر كل طلقة تطلقها تنطبق السماء على الأرض. حمله هو في صاله في عامين. أخي إحنا لا ما نرجع ديننا الحقيقي هذا كله حكي. أهم شيء لا ما ترضي أمك وأبوك والله سبحانه وتعالى الله ما ينصرك. الجنة تحت أقدام الأمهات. قليل الله يرضى عليك. حبيبي شكرا لك. شكرا السلام عليكم. هذا حمودي. احمد شنو شبيها رجلك؟ مريض قال لي جوا عمليه ما يقبلوه. عمليه وما يخل شنو؟ عنده رجله مورمه باوة. صور اني ارفع البيجامه. ارفع ال... يعني هذا ورم؟ ما ورم هاي. يعني هاي كل فتره يروح للمستشفى ما يوافقون على العمليه مالته. شنو السبب؟ ما اعرف. يعني هواي راحوا قرايبه راح جوز لا سمح الله تطلع جغده سرطانيه. لا لا اخذوا له تحاليل واشعاعات كل شيء ما بيها بس هذا ورم. اي ورم وما اعرف فيها ماي ما اعرف شنو يعني. وحتى زين شلون تتحملها تمشي عليها؟ محمله معاملته كلها يطلع للهند بس ما وافقوا هنا عليه جماعتنا بالعراق. استاذ عندي موضوع انا جماعتنا ما اتمنى من وزاره الصحه ان يسمعون مناشده الاخ احمد حول الورم اللي صاب رجله. ولد صاب هذا يعني بعده يعني مو كبير. يا مواليد تعمل ها؟ مواليد 83 83 بعده صغير مو كبير. نعم ان شاء الله صوتك وصل احمد ان شاء الله. شكرا لك استاذ. من كيف بوري 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 كيف بوري ذب بوري؟ ايه جراحه. ايه الله يكون بعونه يا بوري اشفى. الله يكون بعونه يعني توجعه. الله يكون بعونك. يلا نجرب. الله صوتك وين يكرب؟ يكرب على قلبي يكرب على التمخ. يقول لك تضرب وجعها وجعها يقول لك بقلبي وبراسي. استاذ العزيز الله يكون بعونك ويعطيك صحة. يلا نزلها نزلها. شكرا لك. سلام عليكم. شلونك اخويا؟ حياك الله. انا عدت هاي اللقاء راح اعيده مرتله. انت على قناة دجلة. نعم. ويا مصطفى. وهسه راح اعيده. نعم. موظفي وزارة التجارة. من السقوط بغداد لحد الآن لغوا الأرباح لغوا 1% لغوا شكو مخصصات. هسه احنا عش عندنا الراتب زوجية وأطفال. والراتب الاسمي الأرباح كنا بزمن صدام كان راتبي 19,000 الكلي هو والمخصصات. أنا أعتقد أنتوا كنتوا تاخذون على أرباح ناخذ مليون أرباح. مليون ونص بالسنة يجي يعطونا صك باسمنا نستلم مليون ونص. هسه لا أبو علي ولا مسحاته اترجوا رئيس وزراء. مو خرجتوا بتظاهرات بالشتاء الماضي ما سووا شيء. والسيد الوزير طلع لكم. امنا بالله سيد الوزير ضاف لنا 150,000 كل ما يوزعون رز بالحصه ينطينا 150 الموظفين. نعم العفو. بس هذا مو حل. احنا نريد ليش بوزاره النفط والكهرباء يتعين اول ما يتعين 900,000 انا 20 سنه خدمه 650 راتبي ما يصير والله ظلم. يا رئيس وزراء خلي عدل يسوي سلم رواتب. توحيد سلم الرواتب وايضا حتى توحيد التقاعد يعني مهم جدا. يعني انا 600 او 700,000 وين احط الايجار دبات الماي لو المصرف لو جهال خطوط. يعني 20 سنه خدمه 600,000 ويتعين خريج ابتدائي ما يعرف يقرا ويكتب بالنفط والكهرباء 1,400,000 و900 والله جحاف. هذا ظلم والله. وانا اشكركم واشكر قناه التغيير. انا من مجلس النواب وسيد رئيس الوزراء ان يضعون الدكتور عادل عبد المهدي خليهم يضرب قضيتنا. ينظرون قضيه مهمه جدا طبعا خاطر المظلومين. يعني توحيد الرواتب راح يقلل من يعني نسبه الفقر. احنا التجاره شو احنا الطحين من عندنا والزيت من عندنا
والشكر من عندنا. نعم. والسائل وشايلي على روسنا، عطل نطب اطب بالسرداب نصلح العطل اطلع جوزي من التراب، ما حد قال عافيه. والله هاي مطيني 560 الاسمي ويا 50 زوجي و30 اطفال. رحمة لوالديك، بس ايجار 400. شو تلحق؟ والعيشة غالية ببغداد. والله يعني هسه قلت ابيع جقاير على الرصيفة على مود الحق الايجار ولا. والله بالله، ما رئيس ملاحظين فني. يعني شنو الظلم هذا؟ ايش فيها الكهرباء؟ يا وين الكهرباء على مود يطول ملايين 3 ملايين و4 ملايين موظفين؟ خريج اعدادية مليونين ونص ابن عمي راتبه بالكهرباء خريج اعدادية. ما فيش حكي عمي، خلي تقون الله بهالشعب. أنا أشكركم. شكرا جزيلا. شكرا لك. السلام عليكم. السلام أغاتة حبيبي. والله حبيبي احنا هسه احنا ما نريد شيء، بس نريد هنا يعني بهاي منطقتنا ساحة ما طوبة ما عندنا. المنطقة الوحيدة يمكن ببغداد. تفضل كلها ما بيها ساحة. ما بيها أي ساحة. تخيل نمشي للنهضة. للنهضة اكو ساحة هناك ننطي اشتراك ونلعب بيها. هنا بهاي المنطقة ماكو. أنتم ما عندكم مساحة فارغة يمكن. عندنا مساحات. عندنا وجو ذولا بيوم الانتخابات تعرفهم أنت، انتخبني وأسوي لك ساحة تاخذ الأصوات وثمان لا. كل شيء ماكو. رحنا اشتكينا. طلعتوا وفضحتوهم. قدمنا حكينا تعبنا. ليش ما فضحتوا اللي يوعدكم بالوعود الكاذبه؟ وعدونا على اساس هاي هنا عندنا عماره كانت على العرض واحد سينما قبل كانت فلشوها. دكتور فلاح القيسي جاب بيها كتاب راح يسوي بيها على اساس ساحه فعارضوه التربيه هي ما التربيه. ما قبلوا يطوا بيها كتاب. الرجال هو تعب وسوى العليه. ما قدروا يطوا. فاكو غيره يعني اماكن هذني فارغات. بس احنا ما نريد شيء، لا نريد شغل، لا نريد فلوس، لا نريد كل شيء، بس احنا ما طوب هاي الشباب تتسلى، ليش تتجه لغير طريق؟ اكيد هو من حق الشباب انه بكل منطقه تكون لهم يعني ساحات لكره القدم. حتى لو ساحات ننطي فلوس عمي ونلعب، ننطي فلوس ونلعب ماكو مشكله. هو المتنفس الوحيد لكم في هاي المنطقه. يعني ما عندنا احنا هاي المنطقه الوحيده تخير نعبر ذاك الصوب على مود نلعب. يعني المنطقه الوحيده المظلومه. قاموس الحياه ماكو. ماكو الشغله ابد. الله والديك. والديك الرحمة. شكرا جزيلا. السلام عليكم. احنا نشتغل اول شيء حمامين بالشارجة، نوبة تحصل 5 نوبة 7 نوبة 9 يعني شغل ماكو. اجارنا 400,000 واحد منين يجيب؟ لمن يشتكي همه؟ شارع الرشيد كان مسدود فتحوه، كنا نقدر نشتغل نحصل 15-20,000. هسه شغلنا وقف، لا اكو شغل عماله، لا اكو شغل حماله، راتب ما عنده. أنا صبعي وقعت على دبة من التريلا انقطم. والله والله انقطم صبعي بالقنينة مال الغاز. قاعد دبة على رجلي لا طوني تعويض. 6 مرات أنا مقدم بالرعاية الاجتماعية. يقولوا لي أنت شاب ما يحتاج رجلي ما يحتاج لك تعويض. ليش؟ مو كيفهم فقراء احنا. يعطوني الرفحة. ايه. المستحق ما حد يطي. اي حسب الله ونعم الوكيل عليهم. حتى التاجر معوضك؟ ماكو اي واحد معوضني. يابا عندي نكته تحكيها روح على باب الله تفيدك. شلون حجي؟ عندي نكته احكيها. قاعدين انا والعلويه بالموحده يوم 18 شباط. قلت له خلينا نطلع على المصرف الرافدين، عندي بي دفتر قديم نستلم من مال الخلفاء. شالوه شارع المغرب بعد خلينا نصعد. نروح القص القاسي اذا بثلاثه ناكل، واذا مغلي ما ناكل خلينا ناخذ لك عبايه. رحنا للخلفاء هاي وين دفترك وموقفت الاداره العامه وفلوسك ساحبين دقوها بالحاسبه 216. روح جيب لنا بطاقه سكن وجنسيه وشهاده جنسيه. استنسخت من يم الاعضاء قلت حرامات يرحم بطونهم. رح استنسخت قلت يا تعينوني فليساتي مخليهم بالدفتر وعدكم بالحاسبه ريتين غير مخليهم ذخور. تعال بعد شهر تعال بعد شهرين ولحد الان مصرف الخلفاء جيب ليل المغرب وجيب ليل وخذ عتابه هن 216 والعجوزه تي تاكل قص القاسم. أيه. ولحد الان لا ضقنا قص القاسم ولا 216 مالتنا ولا عبات العجوز. ودوا دفتري اللي غاد ومستمسكات الاربعه. قلت له راح اجيب لك مال النفط والغاز هم فد مره وبطاقه الكهرباء والمي خاف تطبعون. خربت من الضحك المديره. كل ما اروح الشغله وين يما ابو عبد الله فوق كل ما سال عليه قال راح الاداره العامه. اذا جيب من وياك يا ابو عبد الله ملتين مناظرك انت شنو؟ 24 ساعه. اشكرك حجي. الله يحفظك. شكرا لك. السلام عليكم. رمضان مبارك علينا وعلى امه محمد. بس اناشدكم القطاع مالتنا صناعي مال 11 عمي كفيلكم والله العالم ما اكو لا عدل ولا شغل ولا عمل. كما صعب 4 بنات و5 وجارات 400 و350 ومحلات
ومحلات مال الايجار مال المحلات 200 و250 وهاي تجيك الكهرباء وما لا شغل ولا عمل 150 و200 زين وفرورهم عمل عالم قامت تبيع الكترات مالاتها المولدات ما عندهم منين يسدون ايجارات منين ياكلون عمل عالم عرضها النهك ما عندها حسوا بيها يعني بن زياد وعبيد ياخذ راتب والفقير ما عنده انا عامل بقهوه اشتغل ايجاري 350 ويا المولده 400 شو اريد اشتغل اطلع من 4 الفجر ل 5 العصر اريد اطلع افتهم من حياتك ما افتهم شي والله هاي من ورا السقوط وجاي شو راح شو وقت راح افتهم هسه انا عندي بنات اثنين عمي هسه انا حالتي احسن من غيره هسه انا اشتغل بقهوه بس غير شلون اللي يجي من الحسينيه من الشريخي وغير بوكان كروه ما عنده يرجع اللي يجي من المدينه كذلك القاعدين هنا على الطاله بطاله هنا يا الشباب صار ليلهم نهار ونهارهم ليل ما عندهم شغل عمل وين يروحون وين يتجهون تعيينات ماكو بس كل من وجماعته والشغل ماكو هاي الشركات قاعدات واللي هسه الحداد يخاف يلزم شغل اذا اشتغل يد دوله تروح في يساته ليش يريدون نسبه ويريد النسبه ياخذ ملاته اللي قدام المقاول ابو الحداد خطيه ياخذ حديد بيدين هسه كلهم مطلوبين منه تعال باع العالم التجار وقعوا من وين الفلوس انا اسحب منك حديد ذاك يسحب منه حديد والعالم ما تحصل فلوس وتعال شوف العالم انهزمت خوش اوادم بس مين يسد الططي هذا اللي عنده بنات هذا عمي العالم فضحت فضحت الله من الدين وفروا فرصة عمل واحد والإجارات عالم ما أدوه فلوس دوه ما عنده تحير يا فقير تطي هذا رمضان الله أكبر اتنوع العالم تعال شوفوا العالم مباح دي وسعوا مساعدات شي يستمن وعدسات ان الوحدة الظهر للخمسة العصر كل النسوان هم يرضون على عرضهم شنو ان كلهم ب 15 دينار اولادهم لابسين زناجيل وتليفونات واخر شيء واحنا هذا حالنا عمي هيا دوله شوفوا مال السعوديين باع الاماراتيين شطوا شطوا للشعب مالتهم مسحوا الديون القروض انطوا دبل الراتب ليش احنا لعد احنا اول بلد وين الفلوس وين فلوسنا وين رايك حكومتنا قادره تسوي لنا هيك شيء عمي قادرين بس الجو يد الحكومه عمي من زمن المالكي خلينا شحنا على المالكي خير من الله قلنا نتحصر من صدام رجع غير صدام قلنا نتحصر من واحد الواحد يا ريت فلان يحكمنا يا ريت فلان ليش احنا البلد الوحيد اللي الوحيد الشعب الوحيد الشعب ماضيه احسن من حاضره الوحيد احنا الشعب ليش يعني نمر بمراحل من سوء الاسوء الولد علي حشاركم على ساحه مع الطوبه هاي الشباب كله من تفس رياضي يعني يتجهون للساحه غير اشياء حلوه ملاعب احنا بخير ماكو هسه احنا نسجع طوبه عمي ملاعب اراعي العالم اخذتوا فلوس ما طالع لوزير الشباب لعد وين صار لك انت 6 سنوات السبعه الملعب يتهدم بعد مين بني اكو باعي ميزانيه انصرفت تبني بي احسن ملاعب احسن عماير وزير الشباب يقولون طارت شركه ايرانيه كانت هاي السبوع لعد وين شفتوا انتوا ايش راح الحاج ايش راح يسوي ملعب الشرطه ملعب الحبيبيه ملعب الجويه ملعب الزوراء صار فيه ليش هاي الشباب هاي اطلع من المدارس اراعيهم شيء هسه لا هم مفرين شغل لا هم مفرين الرياضه هسه الدومينيه حاجتين كل اسبوع 5000 نطي كل شهر 5000 ما ليش العالم منين تجيب منين تجيب بقى بس الطحين ساتر علينا الطحين الطحين ساتر علينا يا عيشه هاي رحمه لامك وابوك ما ادري تحكي هاي من ياهم هم العيشه استريد نتنفس بحاجه منتزه هاي ناي يسوون بذوله ذولا مو بشر ما عندهم مستقبل تقول له دراسة يسبك يسب حتى الدراسة يقول لك أنا شو محصل تريد تدرس يدرس عند المعلم لازم تدرس عندي والفلوس عندي هاي سرابع ابتدائي أخوي حشا وياها قال أخي هاي متى بتقرأها التغيير يدري بعد شو يتعلم البلد شو تريد هذا البلد يصير نحو الأسود للأخير إن الألف طلع اثنين ولو يصيرون لو يصيرون عمي على العمليه مقصوده تهديم المستقبل وتهديم طبعا طبعا طاقات الشباب طبعا عمي قلنا لك انا قلنا نتحصر على اللي وراه ما نريد نحكي بعد شباب عليها الاعتماد من الزوجين هاي طلاق تشوف كم حاله طلاق صارت من المحكمه قالوا ب 2018 ب 2019 هذا 3 اشهر هذا 4 اشهر راحت 5 اشهر اكبر احصائيه على امه محمد كله 30,000 حاله طلاق هذين وين راح يروح ليش ما عنده الرجال المره تريد والرجال ما عنده شلون اللي عنده 3 جهال 4 جهال شلون يلا شلون مين تريد اشكي لك مين على حال يلا على اساسات صار الشباب مدمنين ما النرجيله وين يروحون يطلعوا وين نزلت لعبه البوب جرادوها من الله الحكومه هاي التهوا بعد مين التهوا لك رحمه على امك وابوك كل اسبوع حالتين ثلاثه مال انتحار
عمي هذا الشعب الى الله، واحنا الشباب مظلومين، وللاخير وللاخير للاخير. شكرا. لا والله شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ليش توصف الشعب بالجبان؟ الشعب العراقي بطل. اجبن شعب، شعب العراقي اجبن شعب، والشعب شعب. المصري، والشعب المصري الصوره وعلى راسي، شعب جبان. يا مرجعيه، احنا ما عندنا مرجعيه، المرجعيه اللي تجيب عادل عبد المهدي حرام وبنك الزوية. المرجعيه مو انطت الفتوى الجهاديه. ما علينا بالفتوى الجهاديه، تجيب حرامي عادل عبد المهدي وتخليه السلطه على رقب العراقيين، جريمه يا اخي. ماكو عداله بالعراق، كلهم حراميه ودجالين، كلهم دجالين. الداخليه محاربه الفقير، يبيع ماي يشيلوه، يبيع كلينيس يشيلوه، وين العداله؟ وين العداله؟ ماكو عداله، ماكو. احزاب مدمره البلد، ايران مدمره البلد، ما دمرت البلد والشعب العراقي. انا ما عندي لا راتب، هاتشيك انا احد المظلومين بالعراق، لا راتب لا تقاعد. بدك تختصر لي، احنا الوقت شارف على النهايه. لا راتب لا تقاعد لا حصه امي، كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي. انت عراقي بس بالاسم؟ عراقي بس بالاسم. دقيقه شويه، الى انتم شرفاء على راسي قناتكم. دقيقة شوية، أنا مو عراقي، عراقي بس تصورني، لازم تصورني. بوحة هاي البطاقة الوطنية باعتبار الجنسية العراقية، مو هاي تصورني بوح، لأن بس بالجنسية هاي عراقي. بوحة لا حجي، لا لا، بس من رخصتك، بس من رخصتك. عراقي بس بهاي، عمني بس بهاي. أنا على بالعراق، لا بالشرف، ما عندهم غيرة، ما عندهم شرف. دمروا البلد، كلهم ايرانيين دمرونا عمي، ويحاربونا على رزقنا. الداخليه تحاربنا على رزقنا. انا ابي امي ماي وكلينش، ياخذوني يسجنوني 18 يوم بالسجن مركز منصور. وين العداله عمي؟ ماكو عداله. انا عمليه بالكبد. بس انت عراقي وتفتخر بعراقيتك. رعايه ما عندي، رعايه ما عندي، عمري 61 سنه، لا رعايه لا راتب لا تقاعد، وابيع ماي يحاربوني. شو اسوي بالجنسيه؟ خرب الجنسيه العراقيه هاي مره ثانيه. هاي ما انتخابات، وهاي وطني. حجي انت عراقي، بس خلي اخدمك بشغله. حقك بالنعال، ما عندي شيء، بس خلي اخدمك بشغله. ما عندي عمي، ايران غزونا، ايران دمروا البلد، دمروا البلد، دمروا عمي، دمروا الشباب. هاي كلها عطاله بطاله. ليش يابا تحيينات ماكو؟ دمروا البلد، سقطوا رسمي. الله يكون بعونك. ماكو عداله بالبلد. نعم. ماكو عداله. الله يكون بعونك. ماكو عداله. احكوا عمي، الشعب العراقي جبان، ما بيه خير. شوف الشعب المصري هالصوره. للاسف يعني الكثير من العراقيين واصلين الى مرحله من الانهيار وعدم السيطره حتى على انفسهم طبعا بسبب المشاكل. انا اتمنى لك الموفقيه، واحنا بكل امانه نوصل صوتك. شكرا جزيلا. رمضان كريم. شكرك حبيبي. بس هذا رمضان كريم عليك. انا عندي شويه على عقيد برهان. ستوته شحن يسوي له وصل ب 30,000. ستوته شحن. هيات هاي ستوته شحن. ستوته شحن باع ايش كتب. هيات 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 باع ايش كتب اللي ما اريد الفاظ مو حلوه. سجل عليها دراجه ناريه. هي هاي الشحن. باسكل شحن 30,000 دينار. رحم الله والديك لواء عامر، بس اقول لك رحم الله والديك عليك وعلى ضباطك، الف رحمه على والديك. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وياكم شلنا وياكم على مدار ساعه من الوقت من منطقه الفضل، احد اهم المناطق المهمه في العاصمه بغداد. تحياتنا لكل اهلنا من منطقه الفضل، وشكر موصول لهم على مشاركتهم، وشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا على حسن الاصغاء والمتابعه. نلتقيكم بحلقه اخرى ان شاء الله، الى اللقاء.